السلام عليكم. لو انتوا عايشين في نيويورك سيتي وولادكم ان شاء الله السنه الجايه هيبقوا في جريد 8، وطبعا في جريد 8 احنا بنقدم لاولادنا على الهاي سكول. الفيديو ده مهم جدا ولازم تسمعوه للاخر. قبل ما ابتدي كلام عن مدارس الثانوي، احب ان انا اعرفكم الاول على الموقع ده، اسمه فايند ا سكول. ودي لان اي حد ساكن في نيويورك هو الأولوية في الأول للمدرسة التابعة للسكن. فبنبتدي مثلا إحنا جايين جداد، أو مثلا ولادنا هيخرجوا من مرحلة تعليمية لمرحلة تانية، من إعدادي مثلا لثانوي، ما إحناش عارفين إيه هي المدرسة التابعة للسكن، فبنبتدي نحط العنوان هنا، وبعدين بنبتدي نتعرف على المدارس. وأنا هدي مثال، طبعا ده مثال بس مش مثال حقيقي، يعني العنوان ده مش حقيقي، انا حطيت عنوان وشلته. ودي المدارس اللي هي المفروض موجودة تبع العنوان ده. العنوان ده بياخد الناس اللي ساكنة في جزء من استوريا وفي جزء تاني من لونج ايلاند سيتي. دي مثلا المدرسة الابتدائي، بعد كده دي المدرسة الاعدادي، بعد كده دي المدرسة الثانوي. فعادة الطالب اللي ما بيستوفيش الشروط، او مثلا احنا ما اخترناش صح، على طول بيتحط بيجيله المدرسة اللي هي الزوند، اللي هي الواقعة في محل السكن بتاع الطالب، او العنوان اللي احنا اديناه للوزارة واحنا بنعمل الابليكيشن. فعشان كده دايما قبل ما بنعمل اي حاجة نتأكد الاول ايه هي المدرسة الزوند، لان في مدارس زوند حلوة وفي مدارس زوند مش كويسة. فالاول نتعرف على المدرسة الزوند اللي هي قريبة من بيتنا، لو ما لقيناهاش كويسة يبقى ده هيسهل علينا ان احنا نقدر نتعرف على المدارس اللي ولادنا يقدروا يدخلوا فيها. الفيديو ده ان شاء الله بيلم معظم المواقع اللي المفروض ندخل عليها قبل ما نبدأ ان احنا نفكر في المدارس، ناخد فكرة عنها. وانا بادئة بدري لانه في مدارس مثلا بيبتدي الامتحانات بتاعتها الاسسمنت من شهر 9، وطبعا انا قدمت لبنتي من سنتين وما كنتش اعرف المعلومات دي، فحبيت ان انا ابتدي معاكم من بدري علشان نبتدي نعرف ايه المفروض نعمله قبل ما نقدم لاولادنا في اي مدرسه. فالموقع اللي قدامنا ده موقع الوزاره، وانا بحب ابتدي بمواقع الوزاره. الموقع ده مهم، في حاجات مهمه جدا عن راوند 1 اللي هي هتبقى أول مرحلة في التقديم للهاي سكول، ودي هتبقى ديسمبر 3 ديسمبر 2018. كل الستبس المفروض في راوند 2 هتبقى في، أعتقد تبقى في أبريل أو مارتش، في شهر مارس. ودي للناس اللي يعني ما يوفقوش إن هم يدخلوا المدرسة اللي هم عايزينها، فبتيجي راوند 2. وراوند 2 دي بتبقى أسهل لسبب انه بيبقى باين قدام، بيدوكوا ورق كده وايه اسماء المدارس اللي هي فضلت في المرحلة التانية وفيها اماكن شاغرة، وبتبدأوا انه انتوا تحطوا الاختيارات. طبعا هيبقى فيه فيديو تاني ازاي نحط الاختيارات. وعلى فكرة اللي قدم للاعدادي للميدل سكول هتبقى سهله بالنسبه له جدا، لان هم غيروا التقديم للاعدادي خلوه زي الثانوي، بقى فيه بروجرامز وكده. طيب تاني موقع برضو للهاي سكول، الهاي سكول كالندر. ليه بقى ده مهم؟ لانه ساعات بيبقى فيه اوبن هاوسز بتبقى سيتي وايد او بارو وايد، ويعني بالنسبه للسيتي كلها الفايف باروز، او مثلا كوينز بس، او مانهاتن او برونكس او ذا برونكس وكده. فبتبتدوا دي المواعيد كلها، وفي حاجات لسه ما زالت شغاله، يعني مثلا جولاي 17 يوليو هيكون في وركشوب في بروكلين، وبتبتدوا ان انتوا تشوفوا عايزين مثلا تقللوا، تعملوا ليميت للبحث، عايزين مثلا تشوفوا الانرولمنت، انرولمنت هاي سكول كي ديتس، بتعملوا البحث عن طريق كده. عايزين مثلا نشوف الحاجات اللي هي سيري وايد او في بروكلين بس او في منهاتن او في كوينز. ده مهم جدا ان انتوا تقللوا يعني الحاجات اللي انتوا يعني تعملوا تحديد ليميتيشن للبحث، بحيث ان انتوا تعرفوا
انتوا تلاقوا الحاجة اللي انتوا عايزينها. الموقع ده من اهم المواقع اللي هتساعدكم ان انتوا تعرفوا معلومات اكتر عن المدارس، وده هو نفسه الكتيب الكبير اللي بتاخدوه لما اولادكم بيخلصوا grade 7 دليل المدارس في نيويورك سيتي. بنحط مثلا مدرسة من اشهر المدارس اللي هي اسمها بيكن هاي سكول، دي من اشهر المدارس اللي في نيويورك سيتي. وطبعا المدرسة دي في منهاتن، شايفين اللون الاخضر، المدرسة دي سكريند. طبعا انا انصحكم ان انتوا تروحوا الاوبن هاوسز سواء السيتي وايد. السيتي وايد فيها ميزة انه في الاول الموظفين بتوع الوزارة بيبتدوا يعملوا presentation عن يعني ايه screened، يعني ايه unscreened، يعني ايه limited unscreened وهكذا. طيب بعد كده في program description بيكلمكوا عن البرنامج. في على فكرة في نفس الدليل الطلاب ده في موجود منه بالعربي، يعني ولي الأمر بيختار، له حرية اختيار انه يكون بالانجلش او بالعربي. يعني باخد الانجلش لانه بيبقى اسهل شوية في انه يعني احدد البرنامج والبروجرام ما كتبش حاجة غلط. طبعا الادميشنز ميثود سكريند ده بيبص على الغياب، بيبص على الدرجات. الريبورت كارد بيبص على الستيت تيست، بيبص على الليتنس التاردنس، الطالب غاب كم مرة. في مدارس بيبقى عندهم روبريك اللي هو زي تعليمات، التعليمات دي مثلا طيب لو غاب اكتر من 20 مرة بينقص مش عارفة كم درجة، وبيبتدوا ان هم يعملوا على الكمبيوتر ويعملوا زي الطلبة من الاعلى للاقل. يعني ممكن الطالب يكون جايب درجات ممتازة جدا في الريبورت كارد وفي الستيت تيست بس بيغيب كتير، او مثلا ما عملنا لهوش excused absence، ما بعتناش معاه في المدرسة تاني يوم انه معلش هو كان غايب للظروف دي. طبعا عادة بتبقى تعب مرض، يعني في حاجات بتبقى مقبولة وفي حاجات ما بيقبلوهاش وبيخلوها unexcused absence. وبرضو التاردنس انه مثلا اتأخر، دي حاجات في مدارس بتبتدي تبص كمان تروح من اول اولى ابتدائي، يعني تشوف هو الطالب كان عامل ايه. لما بيكون عندهم مشكلة ان طلبة كتير جدا جايبين 4 مثلا او 3 point something ويقول لك لا خلاص انا هروح بقى من اول اولى ابتدائي ابص على البرفورمانس بتاعهم عشان افاضل ما بينهم. طيب الادميشنز priorities open to New York City residents، مفتوحة لكل نيويورك سيتي ريزيدنس. وطبعا بنبتدي نخاف من نقلق شوية من مدارس النوعية دي، لأن طبعا بتبقى عليهم الابليكيشنز عالية جدا كتير جدا، فممكن تقل فرصنا في ان احنا ندخلها، بالذات للمهاجرين الجدد اللي ما عندهمش ريكورد من اول اولى ابتدائي. فاحنا لازم نبقى حريصين واحنا بنقدم لولادنا ان احنا نعرف ايه المدرسة. يعني في مدارس بيبقى عليها 6000 ابليكيشن هم عايزين 100، فطبعا لازم نبقى حريصين واحنا بنختار. ادي برضو selection criteria، المواد اللي جايب من 90 ل 100 يعني 4 3 point something فما فوق. standardized test الaverage 3.3 4.5، وعندهم interview on site و portfolio of student work. فطبعا احنا بنبتدي نروح الopen house ونبتدي نشوف هم عايزين ايه، الماتريكس المقاييس بتاعت انجازات الطلاب، هل المدرسة دي كويسة ولا لا. نرجع تاني للموقع ده، ده insideschools.org. insideschools.org من المواقع الحلوة جدا، بيسألكوا اسئلة وبعدين بعد كده بيرجح لكم مدارس معينة الولاد يدخلوها. طبعا بنكتب هنا اسم المدرسة وبنبتدي نعرف، انا خليني على نفس المدرسة وببتدي اعرف المدرسة دي ايه مواصفاتها وايه مزاياها وايه عيوبها. ادي السيرتش ريزولتس، دي المدرسة اهي وجايبين لها صورة وده العنوان، وعندنا 1306 تعليق
وممكن نشوف الماب كمان ونعرف الدايركشنز من جوجل. بعد كده بنبتدي نعمل سكرول داون. عندي what's special، ايه الحاجات المميزة في المدرسة، وايه الداون سايد، يعني ايه الحاجات مثلا العيوب او كده اللي في المدرسة. وطبعا بيكن دي من اشهر المدارس ومن افضل المدارس في نيويورك. الموقع ده اسمه greatschools.com، وهنبتدي نشوف ايه اهمية الموقع ده. انا طبعا هخليني على نفس المثال بيكن هاي سكول، هيبتدي يديني خيارات، هي احنا عايزين اللي في نيويورك. زي ما احنا شايفين الريتنج بتاعها واخدة 10 من 10، الكوليدج ريدينس واخدة 10، الادفانسد كورسز واخدة 8، وهكذا. بنبتدي ننزل تحت بنشوف التست سكورز، هنلاقي انه الانجليش ستيت تيست، البروفيشنسي الطلبة يعني اللي ناجحين، بس هم مش جايبين لنا جايبين كام، يعني ده معناها اللي نجحوا كلهم 97%. الكوليدج ريدنس واخدة 10، 4 year school graduation 100% زي اللي قريناه برضو في insideschools.com وال N1C school high school finder. عندي برضو AP course participation 16% وال state average 17%. نيجي بقى لآخر حاجة وهي المدارس المتخصصة، ودي هيكون لها إن شاء الله فيديو كامل. المدارس دي عبارة عن 8 مدارس زي ما احنا شايفين، ما عدا فيورالو اتش لاجوارديا هاي سكول اوف ميوزك اند ارت اند بيرفورمينج ارتس. الثمان مدارس دول الطالب بيدخلهم بامتحان، امتحان ماث وانجلش، ودول بيبقى في شهر 10 لما بيكون الطالب في جريد 8. ولو حصل لا قدر الله اي ظروف الطالب ما قدرش يروح، بيعمل الامتحان، بيقدم ورقه فيها اعتذار او فيها مثلا من طبيب او كده، وبيروح في اعادة تانية للامتحان، بس دي اعادة فقط للي مقدرش يحضر الامتحان، وبتكون في شهر 11. وبكده نكون خلصنا اول فيديو عن التحق بمدارس الثانوي في مدينة نيويورك سيتي. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا.